في ظل أزمات وكوارث تضرب العالم من شرقه إلى غربه، تحافظ تركيا على دورها الرائد كواحدة من أبرز الدول المقدمة للمساعدات الإنسانية على المستوى العالمي. تقرير لمنظمة Development Initiatives الدولية كشف عن تقديم تركيا مساعدات خلال العام الماضي بنحو 5,587,000,000 دولار، وهو أعلى رقم قدم بعد الولايات المتحدة التي منحت مساعدات ب9,768,000,000 دولار. لكن مقارنة المساعدات المقدمة إلى إجمالي الناتج القومي يضع تركيا في المرتبة الأولى عالمياً. وأوضح التقرير أن الحجم المذكور للمساعدات الإنسانية التي قدمتها تركيا لا يشمل ما منحته للسوريين على أراضيها. أوجه المساعدات التركية تشمل معظم مناطق النزاعات والصراعات حول العالم، وتتنوع بين تقديم الأغذية والملابس والمساعدات العينية الأخرى، فضلاً عن توزيع مبالغ مالية على المحتاجين مثل النازحين في ميانمار واليمن. فيما كانت الدول التي تلقت أكبر عدد من المساعدات الإنسانية في عام 2021 هي اليمن وسوريا وفلسطين وأفغانستان وإثيوبيا وجنوب السودان. كما تخطط الجمعيات الخيرية التركية لزيادة حجم مساعداتها خلال العام الحالي في ظل تنامي الأزمات عالمياً مع استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا، والذي خلف أزمة غذائية عالمية أدت لرفع مستوى الفقر والاحتياج في الدول النامية.